خارجيا، قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية تدعم موريتانيا في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وشملت المساعدات الطبية جرعات لقاح وإمدادات طبية. المزيد في تقرير مراسلنا محمود محمد من نواكشوط الموريتانية. مكرمة إماراتية هي الخامسة من نوعها منذ بدء جائحة كورونا تعين موريتانيا على مكافحة الفيروس. رحلات جوية لم تتوقف ليحمل آخرها 100,000 جرعة من اللقاح مع 15 طنا من الإمدادات الطبية. حرصا من القيادة الإماراتية الرشيدة على تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الموريتاني الشقيق، فقد تم إرسال طائرة مساعدات اليوم تحمل آلاف من جرعات لقاح كوفيد 19 لدعم الجهود التي بذلها موريتانيا في حماية شعبها من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه من خلال توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس. الوزارة التي أطلقت حملة تلقيح واسعة منذ أسابيع تجد في الهدية الإماراتية دعما قويا من شأنه أن يضاعف مرات ومرات أعداد المطعمين خلال الأسابيع المقبلة، كما أن أجهزة الفحص والمعدات الأخرى ستساعد على الكشف المبكر للفيروس مع تفادي تعقيداته، في حين توفر الكمامات ومعدات التعقيم الحماية. أول لقاح يصل موريتانيا كان من دولة الإمارات، وهكذا يستمر استقبال اللقاحات من دولة الإمارات، وهذه المرة الخامسة، وكل مرة مع معدات طبية، وكان أول مرة مع طاقم طبي أشرف على تكوين الأطقم الموريتانية على استخدام اللقاح. بعد توجيه المعدات إلى مراكز التطعيم، اطلع وفد وزارة الصحة صحبة السفير الإماراتي على مجريات العمل في مستشفى محمد بن زايد الميداني الذي يلعب دورا محوريا في علاج مرضى كوفيد منذ إنشائه. بهذه المعدات الصحية وباللقاحات ستعزز الإمارات من جهودها الداعمة لجهود موريتانيا للقضاء على فيروس كورونا. محمود محمد، أخبار الإمارات، نواكشوط.